هاي الأعراض والتقاليد. دائما هذا منهج الناس الجمعية الدينية للمناهج، وكذلك بالتعاون مع كلية الأدب والعلوم المرج، وبرعاية مكتب التفتيش التربوي بالدرجة الأولى، والأخصائيين أو أهل الاختصاص في مجالي التاريخ والجغرافيا الذي هو موضوع ندوة هذا اليوم. في عدة محاور، المحور الأول تحت عنوان مفهوم المنهج وشروط إعداده. طبعا جمعية المناهج هي جمعية تتبع الهيئة العامة للبحث العلمي، جمعية علمية تربوية تقوم بدورات تدريبية في إطار أن فقط لابد من دراسة العلم. أي نعم، قد لسه باقي لا نحدثها، لأن التحديث لا يعني الواحد مهروب من هذا الحدود، هو كل المقررات والمواد الدراسية التي تعطى في المدرسة. هذا مفهوم تقديري ومفهوم شائع. نشوف أو في الشهر. وأنت تتعامل مع طالب. تتعامل مع طالب للأسف الشديد الامتحانات الإلكترونية. معناه أنت لا تبدع ولا يكون عندك قرار في جداره، وهذا يلزمك بالتدريب، والتدريب معناه تطوير. أيضا العنصر الموازي للتدريب هو التفتيش التوجيه التالي. لما يكون المفتش مقيم داخل المؤسسة العلمية، وإدارة التفتيش تاخذ تقرير من الشخص المقيم، لأن الشخص المقيم يشوف إلى التغيرات اللي يحتاج قدامه. المفتش عليه المخاطر ضغوطات شديدة، ممكن يجي 4 ليرات 5 ليرات، يحتاج في تغير بين زيارة وزيارة لا يلحقه ما إلا من هو موجود. أول حاجة عدم وجود تسلسل في الأحداث التاريخية. يحكوا لك في موضوع بعدين يقرأوا يشوف لك موضوع ثاني وتاريخ وقصص متسلسلة باش الطالب يقدر يحب المادة ويفهم. نبو تحديث، نبو صوتنا ينسمع، هل الندوة هذه توصل ولا لا؟ نظمت الجمعية اليوم بالتعاون مع كلية الأداب والعلوم المرج ندوة علمية تربوية بعنوان مقرر التاريخ وجغرافيا وحتمية التطوير. طبعا الأساتذة اللي المتحدثين في الندوة بين أساتذة ودكاترة ومفتشين تربويين ومعلمي ومعلمات الصف التاسع من أهل الاختصاص. طبعا نظرا للشكوى الكثيرة من أولياء الأمور ومن الطلبة عن مقرر التاريخ والجغرافيا وكثرة التواريخ والمقرر يعني بحاجة إلى تطوير، نحتاج فعلا إلى وقفة وإلى تطوير منهج التاريخ والجغرافيا بما يتلائم مع متطلبات عصرنا. ضروري من المعلم أنه هو يطور من نفسه ويتبع الطرق الحديثة، والطالب ضروري أنه هو يتدرب ويتعلم طريقة التضليل والامتحانات. طبعا ندوة كانت من أفضل الندوات، وأول مرة يعني نحضر ندوة بالشكل هذا بصراحة، يعني كانت قمة في 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 التنظيم. بالنسبة لي أنا مدرسة أو معلمة تاريخ صف التاسع 28 أو 27 سنة، كان نقدي الدرجة الأولى لغلاف الكتاب، رغم وجود شخصيات مهمة عندنا تاريخية أو حقبة تاريخية مليئة بالشخصيات، فمنظر الكتاب بالشكل هذه هي يعني معليش ولا شخصية، ونحن تاريخنا كتاريخ ليبي يعني معروف يعني، فتمنيت أن تكون عليه شخصية أحد المجاهدين، وخاصة طبعا نحن معروفين بالشيخ الشهداء اللي ما حدش يقدر ينكره يعني، وشاهدتي فيه مجروحة إيش ما حكيت يعني. فأتمنى أن يتم تغيير الغلاف ووضع شخصية مهمة من الشخصيات التاريخية، شخصيات الجهاد الليبي بالدرجة الأولى. والله بالنسبة للامتحانات للأسف الشديد تصدر في أسئلة تنزل بدون إجابات. أول العام اللي قبل اللي فات هذا، أنا واحدة من الناس كنت نشرف، اكتشفت أحد الأسئلة اللي نزلت الأسئلة الاختيارية بدون وضع الإجابة بتاعها، إجابات مجموعة لا توجد فيهن الإجابة الصحيحة مما أربك الطالب. شاركنا كمفتشين تربويين مصلحة تفتيش تربوي المرج، من حيث المقررات الدراسية، من حيث محتوى الكتاب، من حيث الأسئلة الامتحان النهائي. هناك العديد من الملاحظات في الامتحانات النهائية، صعوبة الأسئلة، طريقة إعداد الأسئلة،
فوضعنا العديد من المقترحات اللي أرى أنها تكون إيجابية وتفيد المركز الامتحانات في على مستوى الدولة، مثل إعداد الامتحانات الجداول الامتحانات تكون المادة السهلة هي الأولى في 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 جدول الامتحانات، تكون الامتحانات شاملة لجميع المناهج المقررة الدراسية، تكون في مستوى التحصيل العلمي للطالب.